الله. أبنائي الطلبة والطالبات، نبدأ على بركة الله في الباب الثالث، وهو المزيد من الدوال والتفاضل. سنكتفي إن شاء الله في الدوال الجوزية والدالة الفردية بس. الدوال العكسية والدالة الدالة هذه السنة ألغيت استثنائي بس هذه السنة. إذا نأخذ الجزء اللي داخل إن شاء الله يخش في الامتحان. قبل أن نأخذ الأمثلة نعطيكم ما هي الصورة العامة للدالة الجوزية وما هي الصورة العامة للدالة الفردية باش الطالب يفهم. ركزوا معي، الدالة الزوجية، أي دالة على هذه الصورة لو عوضنا عن سين بناقص سين وطلعت نفس الدالة الأصلية، نفس ما تغيرش في المقدار وفي الإشعار، تسمى دالة جوزية. أي دالة عوضت، هو البسيط جدا، حول سين وحط بدها ناقص سين، إذا كانت طلعت لي نفس الدالة الأصلية نقولها دالة جوزية. دالة جوزية مثلا هذه، نعطيكم مثال بسيط، لو عندي دال سين تساوي 2 سين تربيع زائد 5. في ملاحظات نقولها لكم تولم، هذه دال ناقص سين تساوي 2، نحول كل ما نلقوا سين نحط بدها ناقص سين بس. لاحظ هنا الأس عدد جوزي، عندما تضرب أي عدد أي مقدار في أكثر من مرة في كل الأس عدد جوزي تطلع الإشارة بالموجب، إذا تطلع 2 سين تربيع زائد 5. راكم ما بين الناتج والأصل، إذا دال ناقص سين طلعت نفس الدالة الأصلية، إذا هي دالة جوزية. تذكر أو ملاحظات، أي دالة ثابتة جوزية، أي دالة ثابتة مثلا، أي دالة إذا كان دال س تساوي كاف مثلا، حيث كاف مقدار ثابت وكاف ينتمي إلى الأعداد الحقيقية، هذه جوزية. مثلا دال س يساوي 2020 مقدار ثابت، إذا دالة جوزية. دال س يساوي ناقص 10، مش يقول لي ناقص، دالة ثابتة ما تغيرش، إذا هي دالة جوزية حتى هي. دال س عندما تكون القيمة المطلقة للسين حتى هي دالة جوزية. نعم، فيه بعض دالة، إذا أي دالة ثابتة دالة جوزية. مثلا إذا كان جاك في الامتحان مثلا قال لك دال س يساوي 2 أس 0، طلع قيمته 2 أس 0 كم؟ أخذتها في سنة أولى ثانوي، أي مقدار أس 0 يعطيني 1، إذا دالة جوزية ولا فردية؟ لأن مقدار ثابت جوزية. مثلا دال س يساوي لو 2 2، هذه لو 2 2 شو تساوي ابنائي؟ تساوي 1، إذا هي دالة جوزية. دال س تساوي لو 2 1، أصبحت الرياضيات مرتبطة مع بعضها، لو 2 لو الأساس لو 1 الأساس 2 حتى شو تساوي هذه؟ 0، إذا هي دالة جوزية، لأن هذا كله مقدار ثابت، مقدار ثابت. كويس. في ملاحظة ثانية، لاحظوا، خذوا هذا المثال، دال س تساوي س تربيع، عندما نرسمهم هي دالة جوزية، عندما نرسمها شو تعطيني الشكل انتهى؟ هذه دالة جوزية، شو تلاحظوا؟
هل التماثل محور السينات ولا محور الصادات؟ أهو التماثل انتهى. كأنه يقسم إلى اثنين. إذن محور السينات. إذن محور التماثل الدالة الجوزية هو محور السينات. محور الصادات. أي محور التماثل للدالة الزوجية هو محور الصادات. لين المحور صادق. كويس. تذكر حتى مرة ثانية. إذا كانت دال س تساوي جتا س، هذه أيضا تطلع دالة جوزية ومقلوبها هو قاسين. هذه كلها جوزية. الدوال المثلاثية كلها فردية ما عدا الجتا ومقلوبها. نعاود. الدوال الجوزية متماثلة حول محور الصادات. ثانيا دال سين تساوي جتا سين وجا سين وقاسين. الجتا ومقلوبها هو قاسين، إذن جوزي. والباقي كلها دوال. إذن توا فهمنا نحن تو ما هي الدالة الجوزية. خذوا تو الآن الدالة الفردية. الدالة الجوزية إذا كان عوضنا عن دال سين عن سين بناقص سين وطلعت نفس الدالة الأصلية في المقدار في القيمة وكإشارة، إذا هي دالة جوزية. لكن إذا كان عوضنا أي دالة تكون أو عوضنا بناقص سين تصبح ناقص دال سين، هذه دالة فردية. دالة فردية. كويس. مثلا دال سين تساوي سين تكعيب. لو عوضنا عن سين بناقص سين تعطيني ناقص بشوية بتفهمها ناقص سين قلت لكم. ما دام الأس عدد فردي تطلع الإشارة بالسالبة ناقص سين أس. وهذا يسمى أي تساوي ناقص دال سين. لو رسمنا هذه الدالة انتبهوا معي، نقطة الأصل هي اللي تفصل ما بين كأنها تقسم إلى قسمين. إذن الدالة، إذن محور التماثل بالنسبة للدوال الفردية هي نقطة الأصل. محور التماثل إذن هو نقطة، إذن محور التماثل للدوال الفردية هي نقطة الأصل، وهذا كله موجود في الكتاب لكن أذكركم فيها. كويس. إذن الدالة الجوزية إذا عوضنا عن سين بناقص سين وطلعت نفس الدالة الأصلية، نفس الدالة الأصلية بتغير يسمى دالة جوزية. إذا كان عوضنا وطلعت نفسها لكن مخالف الإشارة نقول دالة فردية. كويس. وقلنا محور التماثل محور للدالة الجوزية هي نقطة، هي الدالة الجوزية هي محور الصادات، وبالنسبة للتماثل محور هو للدالة الفردية هي نقطة الأصل. كويس. بالنسبة للدوال المثلاثية هي هذه كلها جا سين وضا سين وضط سين وقط سين، كل الدوال هذه فردية. كل الدوال الفردية خذها، كل الدوال المثلثية فردية ما عدا الجتا ومقلوبها. أحضر طالب. كويس. نبدأ ناخذ تو الآن. يقول الطالب هل الدالة تكون جوزية أو فردية؟
لا يبني، احتمال تكون جوزية، احتمال تكون فردية، احتمال لا جوزية ولا فردية. طب نوضح لكم كيف تعرفها لا جوزية ولا فردية، أو كيف تعرفها الدالة الجوزية، وكيف تعرفها الدالة فردية. إذن الدوال يا إما الدالة الجوزية يا إما الدالة فردية أو خلاف ذلك. شو معنى خلاف ذلك؟ لا جوزية ولا فردية. نبدأ في الأمثلة تول، هذه كمقدمة وشبه موجودة عندكم في الكتاب. نرجع للأمثلة تول الآن. الأمثلة أحيانا يجي يقول لك الدالة الجوزية متماثلة حول محور السينات، قول لا الدالة الجوزية متماثلة حول محور الصادات، ويقول لك ما هي والدالة الفردية متماثلة حول نقطة الأصل. كويس، انتبهوا معي في السؤال. نجم قال لك بين أي من الدوال الآتي جوزية أو فردية أو غير ذلك. ما معنى غير ذلك؟ أي لا جوزية ولا فردية. الأسئلة بسيطة جدا، الدالة الجوزية لا تجيب قانون من المثال نفسه. الحل عندي الدالة الأولى شو تساوي؟ 3 س تربيع زائد 5. كويس، هذه الدالة الأصلية اللي عندي. نشبحوا نديروا الاختبار، نحولوا س نحطوا بدل ناقص س، نجي في الطرف الأيسر كل ما نلقوا س نحطوا بدل ناقص س. خذوا قاعدة، إذا كان الأس عدد جوزي، أس 2 أس 4 أس 6 أس 100 أس 200 عدد جوزي، لأن الطالب ثانوية وفي العدد الجوزي والعدد الفردي، تطلع الإشارة بالموجب، أي تطلع 3 س تربيع زائد 5. قارن ما بين الناتج والأصل، 3 س تربيع نفسها، تغير أو ما تغيرش؟ ما تغير، إذا هي دالة جوزية، إذا هي دالة زوجية. أسئلة اثنين، إذا كانت السؤال الثاني دال سين تسام سين تكعيب زائد 2 سين، نجري عملية اختبار نحول السين نحطه بدها ناقص سين، أي دال ناقص سين تساوي ناقص سين أس 3 زائد 2. ما دام الأس عدد فردي تطلع الإشارة بالسالبة، ناقص سين تكعيب، وهذا الناقص بالزائد بناقص ناقص 2 سين. صح ماشي، هي تلعب في الإشارات بس، ركزوا معي تو الآن. شو رأيكم ناخذوا السين ناخذوا الناقص عامل مشترك، ما تاخذوش السين خذوا الإشارة بس، ناخذوا الناقص شو تقعد لي؟ سين تكعيب زائد 2 سين، هذه هي نفسها لكن فيها إشارة، أي تساوي ناقص دال سين. إذن هي قلنا إذا كان عوضنا عن دال بناقص سين وطلعت ناقص دال سين نفس الدالة لكن بإشارة، إذن هي دالة فردية. كويس، هذا الدال اللي بعدها دال سين يساوي 3 أس سين زائد 3 أس ناقص سين، يحول سين شو تحطه بعدها ناقص سين، تصبح 3 أس ناقص سين، علاش؟ زائد 3 ناقص ناقص سين. ركزوا على الإشارات، أي إن دال ناقص سين تساوي 3 أس زائد 3 أس سين. قارن ما بين الناتج والأصل، 3 أس سين
ثلاثة أسين ثلاثة هي نفس الدالة، إذن هي قلت قد خمسة ناقص ستة هي نفسها ستة ناقص خمسة من إذن أوسن، إذن دال ناقص سين تساوي دال سين دالة زوجية. كويس، دال سين تساوي 2020. هذه الدالة ثابتة، ما عنديش أي دالة ثابتة موجبة ولا سالبة، إذن هي دالة جوزية. الدالة الثابتة هي دالة جوزية. كويس، هذه اللي بعدها دال سين، دال سين تساوي سين جا سين جتا سين. الآن ناخذ هذه سين جا سين جتا سين. انتبهوا معي يا ابنائي في هذه، كل ما نلقوا سين حطوا بدلها ناقص سين، نعاون كل ما نلقوا سين حطوا لك هذا الاختبار بس. دال ناقص سين تساوي ناقص سين فين جا ناقص سين زائد جتا ناقص سين، هي الطلبة يلخبطوا في مولها لكم. أي إن جتا ناقص سين تطلع بالموجب، تطلع جتا سين، وقا ناقص سين تطلع قا سين، والباقي جا ناقص سين تطلع ناقص جا سين، ضا ناقص سين تطلع ناقص ضا سين، قطع ناقص سين تطلع بناقص ضا سين. انتبهوا معي الجزء هذا، ما تكتبوش لان فيه خطا يقع فيه طلبه. شو يديروا؟ يقولي ناقص سين وجا ناقص سين، يكتب هذه ناقص جا سين، وهذه قالك تطلع جا تا سين. لاحظوا خطا اللي وقع هنا في هذه. نقول لا يا ابني، انا قلتها لك ما تكتبوهاش لان الطلب هذا ما الطلب يقع فيها. شو تديروا تونا؟ لان قاعدين في عمليه الضرب، انتبهوا معي. الصح قلت لكم ركزوا على الاشارات، ناقص سين هذا القوس عبارة عن ضرب، هذه تطلع بناقص جا سين زايد جتا ناقص سين تطلع جتا سين، قلنا جتا ناقص سين تطلع بجتا سين، وقا ناقص سين تطلع بناقص بقا سين، والباقي يطلع بالناقص. كويس، الناقص بالناقص شو يساوي؟ موجب، تطلع سين جا سين زايد جتا سين. هي نفس الدالة الأصلية ولا لا؟ نفسها، هي طلعت دال سين، إذا نفسها طلعت الدالة الأصلية، هي طلعت دال سين، إذا دال ناقص سين طلعت نفس الدالة الأصلية، وإذا هي دالة دالة جوزية. كويس، هذا كثف المثل ونوع، دال سين تساوي 2 زائد مقياس سين أو مقدار سين. قلنا المقدار وظيفة يطلع القيمة بالموجب، وهذا التعريف نتاعي، يا أما يطلع سين يا أما ناقص سين، والسين عندما يكون سين أكبر يساوي صفر أو سين. إذا هذا 2 مقدار ثابت، هذا مقدار ناقص سين تطلع بسين، إذا تطلع باثنين زائد إذا تطلع هي الدالة الجوزية. كويس، نحن تو الآن ماشيين بالأمثلة، عرفنا ما هي الدالة الجوزية، لنشرحكم وكل واحد ينقل. الدالة الجوزية هي إذا عوضنا عن سين بناقص سين وطلعت نفس الدالة، نفس الدالة في المقدار، إذا هي دالة جوزية. إذا تغيرت كلها، إذا كانت من موجب إلى سالب، الدالة فردية. كويس، وقلنا الدوال المثلثية، الدوال المثلثية كلها دوال فردية ما عدا الجتا والقا، خذها بقاعدة، كل الدوال المثلثية فردية ما عدا الجتا والقا،
والدالة الجوزية متماثلة حول محور الصداد، والدالة الفردية متماثلة حول نقطة الأصل. كويس. الدالة الثابتة جوزية، أي دالة ذات مقدار أو ذات مقياس أو قيمة مضبوطة دالة جوزية. كويس. نمسح تو الآن ونأخذ باقي الأمثلة. إذن هذه مراجعة لكل الدوال الجوزية والفردية. خذ المثال هذا، قال لك دال س تساوي 3 س تكعيب زائد 4 س على س أس 5 زائد س. الطالب يستعجل، عطوه يقول لك دالة فردية، خلينا نتأكدوا منها تو الآن. عوضوا عن س بناقص س، امشوا خطوة خطوة. ها الحل تساوي 3 ناقص س أس 3 زائد 4 في ناقص س على ناقص س أس 5 زائد ناقص س. أنا بأخر باش كل واحد يفكر. هنا الأس عدد فردي، تطلع ناقص 3 س تكعيب والزايد في الناقص بناقص، ناقص 4 س. هذا الأس عدد فردي، ايش تطلع؟ ب ناقص س أس 5 وهلا ناقص س. كويس. زيد فكر، كمل الحل، ما توقفش. خذ الناقص اللي فوق عامل مشترك. 3 س تكعيب زايد 4 س. وخذ الناقص اللي نطلب، تبدا س أس 5 زائد س. خذينا قاعدة الإشارات، الناقص على الناقص موجب، إذا تطلع النتيجة 3 س تكعيب زائد 4 س على س أس 5 زائد س، إذا هي دالة زوجية. إذا لابد الطالب يكمل. انتبهوا معي، لو غيرت جاسين، هذه ما بيهاش تربية، خلاها جاسين بس باش نوضحكم فيه مثال. إذا كان جاسين دال س تساوي جا س زائد جتا س زائد 5، دال س تساوي جا س، خلينا ناخذها حتى الاثنين باش الطالب، خلينا ناخذها في حالة التربيع وما فيهاش تربيع. جا تربيع س زائد جتا س زائد 5. نعوض عن س بناقص س. يا ابنائي ركزوا معي، لان جا نون اس س نستطيع نقول جا س الكل اس نون، نفس الفكرة، هذه نفسها. اذا دال ناقص س تساوي جا ناقص س كل تربيع زائد جتا ناقص س زائد 5، لأن 5 مقدار تام، عندي س عوضها ما عنديش. كويس، انتبهوا معي اللي بعده، هذه تطلع بالسالب، وهذه جتا ناقص س تطلع بالموجب، لأن جتا دالة جوزية. هذا ناقص واحد يطلع خارج، لكن تربع ويطلع خارج، ناقص واحد تربيع يطلع بواحد. إذا تطلع جا تربيع س زائد جتا س زائد 5، إذا هي دالة زوجية.
كويس. لو نفس المثال يا ابنائي وما كتبش التربيع بس، نفس المثال ما كتبش التربيع ونشحوا الناتج، نعوضوا عن السين بناقص سين. جا ناقص سين زائد جا تسين زائد 5. الجا ناقص سين شو تطلع؟ بموجب سالب، تطلع سالب لنا دالة فردية. جتا ناقص سين، جتا ناقص سين تطلع بجتا سين لأن دالة جوزية وزايد 5. كويس. هلا نوقفوا شوي، لاحظوا قارن ما بين الناتج والدالة الأصلية. الخمسة موجبة قاعدة موجبة، الجتا موجبة قاعدة، لكن الجا تغيرت موجب. إذا تغير جزء وجزء لا، إذا تغير من الموجب إلى السالب، جزء تغير الموجب إلى السالب أو بالعكس، إذا هنا نقولوا لا دالة لا جوزية ولا فردية. علاش؟ تقول لي باهي الأولى طلعت، لأن ما تغيرتش قاعدة كما هي في المقطع. إذا هذه نقولها الدالة، هذه دالة جوزية، لكن اختلافها هو التربية بس غيرت. هذا الجزء أشبهت بخلاف ذلك، لأن تغير الجتا ما تغيرتش إشارتها، المعاملة ما تغيرتش، الخمسة ما تغيرتش، لكن الجا أصبحت ناقص جاسين. إذا تغير جزء وجزء لا، إذا تغير جزء وجزء لا نقولوا الدالة خلاف ذلك لا جوزية ولا فردية. إذا عرفتوا وش معناها لا جوزية ولا فردية، إذا تغير جزء وجزء لا الدالة لا جوزية ولا، إذا الدالة لا زوجية ولا فردية، أو بعض يكتب خلاف ذلك. كويس. أيضا نحن قلنا الدالة يا أما تكون جوزية يا أما فردية أو لا جوزية ولا فردية، وجبنا مثال على الدالة الجوزية ومثال على الدالة الدوال الفردية، واخذنا الدالة باش الطالب يفرق يقول لي كيف نعرف لا جوزية ولا فردية. إذا تغير جزء في الإشارة في المقدار، لا تغير جزء في المشارة وجزء ما تغيرش نقوله لا فردية ولا جوزية. إذا ما تغيرش قاعدتها كما هي نقولوا دالة جوزية، إذا تغيرت كلها واخدينا نقولوا دالة فردية، وإذا تغير جزء وجزء لا، لا فردي ولا جوزي. الآن ننتقل إلى المثال بعد. إذا اخدينا مجموعة من الأمثلة على الدوال الجوزية والدالة الفردية، إذا الطالب تو الآن يراجع ويتبع الحل مع الإشارة، حافظوا على الإشارات. عندي هذا السؤال سين واحد على سين أس كم؟ أس 4، أس 5، أس 8، أس مثلا 4 ولا أس، أس 4 مديرين أس 4. وظيفتنا نحول السين ونحطه بدلها ناقص سين. نعاود انتبهوا معي، دال ناقص سين كل ما لقوا سين شو نحطه بدها؟ ناقص سين، ناقص واحد على ناقص سين أس 4. عارفين تو الآن لازم تكمل الحل. ناقص يعطيني زايد، الطالب على طول يقول اه تغير جزء وجزء لا، لا تغير، انا اقول اه تغير هذا وهذا تغير، لا نقول اسمح اصبر. ايش رايكم يا ابنائي ناخذ الناقص عامل مشترك، ناخذ الناقص عامل مشترك. شو يقعد لي هنا؟ سين وهنا ناقص واحد على سين، الكل أس 4. خلينا نوضحكم الناقص عامل مشترك باش تفهموه. نستطيع نديرو للتوضيح، هو ناقص واحد أس 4 في سين ناقص واحد الكل أس 4. أي عدد أس عدد جوزي يطلع موجب، إذا تطلع سين ناقص واحد على سين أس 4، إذا هي الدالة نفس الدالة الأصلية جوزية.
لبعد ابني. إذا كان دالسين تساوي سين تكعيب أو سين تربية على سين ناقص مقياس سين أو مقدار سين، نعول على سين في ناقص سين تساوي ناقص سين كل تربية على ناقص سين ناقص مقياس سين. بقى انتبهوا معي فيها، ما دام الأسعد الجوزي يطلع موجب تطلع سين تربية، وهذه شو تطلع؟ ناقص سين قاعدة. هذه ما يجيش الطالب يقول لي ناقص بناقص، لأن مقياس ناقص سين تطلع بسين، أي ناقص سين. كويس. قارن ما بين الأصل والنتيجة. على سين تربية، سين تربية ناقص، بس أنا تغيره. شو تغير؟ سين ناقص، جزء تغير وجزء لا ولا لا؟ إذن هذه لا فردية ولا جوزية. لا فردية ولا الدالة، لا فردية ولا جوزية. إذن الدالة خلاف ذلك. إذن عرفنا الدالة، بعض المفاهيم لازم الطالب يفهم. الدالة الجوزية والدالة الفردية، خذ علينا بهذا ننهي معكم هذا إن شاء الله هذه الحصة، ونلقى آخر في حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.